رجعنا من جديد ومستمرين معكم. رح ننتقل الآن لفقرة الأشغال اليدوية مع اليوم موجودة معنا نورة التميمي وأيضا هبة. يعني هبة مكاني خالي أصلا، مكانك هاي أنا شايفة. مكانك دائما خالي ولكن يعني معنا قطع أكيد. وفقرة أيضا جميلة جدا. أكيد فضلي. أكيد إبراهيم، يعني مشاهدينا ختامها مسك مع نورة التميمي والأشغال اليدوية اللي قامت فيها. صراحة عم بنشوف الإبداع، عم بنشوف الفن الموجود معانا لليوم. رح نتعرف على نورة أكثر، كيف بلشت بهذا المجال، مين دعمها، ومن وين بتجيب أفكارها الحلوة. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله تمام. أهلا وسهلا فيك، نورتينا بيوم جديد. تسلمي لي. قولي لي عن بداياتك نورة، كيف قررتي أنه أنت تفوتي بهذا المجال وترسمي هالرسمات الجميلة جدا على الكاسات، على الفناجين؟ عم بنشوف تفاصيل كثيرة. اوكي، بالبدايه انا نورة التميمي، عراقيه الاصل. موهبتي الرسم. اهلا فيكي. موهبتي الرسم، وبالبدايه بلشت رسم على ورق ولوحات، وبلشت اكريليك رصاص، يعني جميع الالوان جربت فيها. بعدين طورت موهبتي للرسم على الزجاج. هلا حاليا صرت ارسم الاشياء التراثيه اللي تخص بلدنا، مثلا هون اللي بيخص تراث العراق. عم نشوف تفاصيل حلوه كثير، وهي تراث الأردن. الاردني طبعا وفلسطين، يعني تفاصيل كثير حلوه. مزبوط. طيب نوره، لقيتي اسهل الرسم على الزجاج ولا على اللوحات العاديه الورق؟ اكيد اللوحات العاديه اسهل من الزجاج. اسهل بكثير، بس يعني هي الموهبه بلشت عندي، اني بلشت رسمت لكاسات البيت وهيك، واصحابنا مثلا انه هدايا يطلبوا مني مثلا اهلي او اقاربنا او هيك شيء، وتطور قدي. امك مبسوطه فيكي نوره على هالتفاصيل الحلوه. بتعرفي احنا ستات البيوت يعني طقم الفنازين والكاسات عندنا اهم شيء ممكن يكون في البيت، فصراحه تفاصيل حلوه كثير. قولي لي عن نوعيه الالوان اللي بتستخدميها. هلا انا بستخدم الوان خاصه بس لرسم الزجاج. تمام. مع محددات زجاجيه. طبعا كل قطعه بتستغرق مني من يومين لثلاث ايام، وفي احيانا اسبوع كامل لو طقم كبير. مثلا عندك هذا الطقم مكون من ابريق مي مع كاسات وكاسات شاي. حبيت التفاصيل مكتوب هون ما شاء الله. هلا هون بضيف ستراس مع محددات ذهبيه لابراز الرسمه اكثر لتكون 3D. حلو كتير. وكمان صرت طورت حالي وصرت أرسم على لوحات كبيرة، مثلا مرايات ولوحات جدارية وأشياء أنه لزينة الجدار وهيك أشياء. صرت أرسم أشياء. خلينا نفرجيها للمشاهدين، يعني بنقدر نستخدمها كنعلقها أو صينية. مزبوط. هلأ هاي تراث الأردن، الشماغ والخريطة الجمال والبترة والقهوة والزي الأردني. أكيد تفاصيل حلوة كتير صراحة نورة. والنص دينار. والنص دينار. طب يعني نعرف كلنا دلة القهوة والفناجين لازم تكون موجودة وحاضرة كل يوم، يعني بالضبط. ستات البيوت بتلاقي عملوا القهوة وجهزوها. هلأ بالعيد اشتغلت هذا الطقم. عم بنشوف تفاصيل حلوة كتير. هلأ صار عليه إرغاب كتير، بيطلبوا عندي زباين قصص الضيافة للقهوة تكون مميزة مو موجودة بالسوق. هلأ بالسوق في كتير أشياء معتادة. الزباين حتى عصنية كاتبة. مزبوط، عساكم من عوادة. حلو كتير تفاصيل، يعني منتبه على كل شيء صراحة. بالضبط. نورة هلأ بالعادة أنا ساكنة طبعا بألمانيا. هلأ بألمانيا لأنه بلد غربة، فكل الزباين بيطلبوا مني أشياء تكون مميزة تخص تراثهم. تعرفت على عادات وتراث كتير يعني متعدد من دول مختلفة، وصرت أرسم أشياء يعني تخص بلدان مختلفة، مثلا الجزائر ومغرب. تعرفت على كتير ثقافات صرت أرسم لهم، والحمد لله يعني فتحت مشروع صغير وطورت من حالي. حلو. وصار كل ما زبونة تيجي تطلب مني أتطور أكثر. حلو كتير. صرت أرسم أشياء أكثر. يعني بعدين لاحظوا مشاهدينا عملت لنا مج للتلفزيون الأردني، شوفوا قد ايه حلو. بالضبط، لوجو الشعار التلفزيون الأردني. عن جد يسلم هالإيدين، كتير حلو تفاصيله حلوة كتير. طيب نورة كيف بتروجي لمنتجاتك؟ الصبايا اللي بيحبوا أو الستات اللي بيحبوا يطلبوا هالقطع كيف بيقدروا يتواصلوا معاكي؟ وقديه عاطية حصة كبيرة للسوشيال ميديا أنك تصوري
كل اللي بتقومي فيه وبتشتغلي لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن؟ هلأ أنا بشتغل عن طريق الإنستغرام. في عندي صفحة اسمها نونا واحد آرتس، تمام، مختصة بالرسم التراثي. حلو. بشتغل فيها وصار عندي الحمد لله الشغل تمام، سواء بألمانيا أو بالأردن. برافو عليكي. يعني مستقبلا إن شاء الله رح أصير أشتغل على كل دول العالم. حلو كتير. طيب نورة، أنت ماخدي جانب الفناجين، الكاسات، الصحون، ممكن نلاقي رسوماتك على شغلات تانية؟ بالضبط، يعني برسم على كل القطع اللي بتخص زينة المنزل أو يعني قطع التقديم والضيافة، وهي الأمور كلها بشتغل فيها. وإن شاء الله رح أرسم على قطع الأقمشة كمان. تمام تمام. شوفي، أنا لو عندي هيك قطعة مميزة صراحة رح أخاف أحطها بالجلاي. ممنوع أن تنحط بالجلاي صح؟ مظبوط، بس يعني كتير عادي أنها تنغسل. تنغسل بتتليف عادي. بالضبط. مش رح يتغير لونها، مش رح تكحت أبدا. أبدا لا. حلو كتير. يعني حلو هذا كتير. رسم ثابت تماما. طب أنا إذا بدي أتواصل معك على الإنستغرام وعندي طائم معين، يعني الكاسات مني، أوكي، بقدر أجيب لك إياهم وأقول لك بدي الرسمات على هدول الكاسات؟ طبعا. حلو كتير. هلا أنا بشتغل على ذوق الزباين، اللي بينطلب مني برسمه. حلو. وإذا في زباين بيكونوا محتارين مش عارفين شو إنه يعني يختاروا قطعة معينة أو هيك، أنا بعطيهم أفكار. حلو. هلأ. مين دعمك نورة؟ مين بيشجعك في البيت؟ أهلي وزوجي. الله يخلي لك إياهم يا رب. قدي دعم الأهل مهم لما بتبلشي مشروع وتستمري فيه؟ صحيح، أنا بالبداية كنت مترددة، بس صاروا يحكوا لي لا بالعكس، يعني أنت رح تقضي وقت أكثر، إنه يعني تفرغي من طاقاتك بالغربة صعبة كمان، فصرت أطور من حالي أكثر وأكثر. الأجانب قديه كمان بحبوا القطع تبعتنا، التراث تبعنا هاي. ومنشوفهم لما بيزوروا أي دولة عربية مزبوط. فعلا بيروحوا بياخذوا قطع مميزة، حتى بميزهم الكتاب العربية، بحبوا اللغة. صحيح. العربية كثير. صحيح. اشتغلتي على هذا الموضوع أكثر حتى تروجي للغة العربية، تروجي لعاداتنا وتقاليدنا بالخارج؟ صحيح. هلأ الأجانب كتير بيحبوا هيك شغل، وصار عندي كمان زباين أجانب. حلو. بيحبوا القطع اللي فيها الفن العربي، مثل هيك قصص يعني. هلأ هاد اللبس العربي القديم، العباية وهاي القصص. حلو. عندك هون كمان هاي من التراث العراقي، الزي العراقي البغدادي مع العباية. هلا انا لابسه مع الثيم شو اسمه الرسم. حلو. انه قصص بتخص اللبس القديم. انت اصلا مزوقه وصراحه كل قطعه غير شكل ومميزه. شكرا. غير شكل. الصبايا اللي عم بيحضرونا وحابين يفوتوا بهذا المجال بس بتقول لك انا خايفه انه انا ما استمر، خايفه انه ما يعجبوا القطع اللي انا ممكن اشتغلها، شو بتعطيهم نصيحه؟ بالعكس، هلا انت بتبلشي بدايات حتحسي حالك انه لا ما عم تعطي انه قيمه للرسم او هيك ما عم بتقدمي كويس، بس لا، قطعه عن قطعه رح تلاقي حالك انه قدمتي شيء كثير مميز، والزباين اصلا بيرغبوا لهيك قطع مميزه ما موجوده. صح. بتكون خلص من شخصيتك انت. صح صح، بنحب انه احنا نتميز بقطعنا والشغلات الموجوده داخل بيوتنا. ببداياتك قد ايه خربشتي مثلا برسم معينه؟ أكيد. او خربتي قطعه معينه، شو اللي كان يعطيكي دافع انه لا انا بدي اكمل وبدي استمر؟ لانه حطيت ببالي خلص انا بدي اوصل لمكان معين، فضليتني اجرب واحاول. هلا اول زبونه اكيد كان شعور كثير صعب، انه لما طلبت من عندي اكثر من قطع وبدها فتره معينه اسلمها فيها، كثير يعني توترت وقتها وضليتني اعيد بالقطعه اكثر من مره، بس بالنهايه كثير عجبها صراحه، كثير حلو. والتفاصيل الموجوده يعني شوفي، عم بتشوف كمان المكس الالوان، انت اللي بتختاري الالوان، انه بتقرري مثلا الازرق مع الجولد او مع السيلفر؟ مزبوط. هلا في زباين احيانا هم بيختاروا عزوهم، بس بالنهايه يعني انا يعني بعطيهم رايي انه لا هيك افضل هيك. طيب أكثر. بعد ما بتخلصي الرسم بدهم وقت لينشفوا؟ بدهم وقت أو طريقة معينة لحتى أنت تحافظي على القطعة؟ بدهم يومين تقريبا. والله كتير. بدهم يومين لينشفوا تماما، ليصيروا قابلين للاستخدام، يعني تقدري تغسليهم وكتير عادي بتليفيهم. وبدهم ظروف جوية معينة، حرارة، برودة؟ لا ولا أبداً. عادي بحرارة الغرفة؟ أبدا ما إلهم، خلص بتتركيهم بينشفوا لحالهم. تمام تمام تمام. عم بنشوف كمان هون مج خريطة فلسطين، تفاصيل حلوة كتير.
وهون إيش كاتبة؟ أنا لا أنساك يا فلسطين النكبة. أنا لا أنساك يا فلسطين، حلو كتير، حبيت صراحة. يسلم هالإيدين نورة. طيب شو كمان عندك هون؟ الفنجان، الفناجين العيد احنا دائما بنشوف قديش بنحب يكونوا مميزين. هلا كل فنجان هون مكتوب كل عام وانتم بخير للضيوف. وهون اهلا بالعيد. مزبوط، وعيدكم مبارك، والعيد فرحة. فعلا العيد فرحة وبيكمل بوجود الأهل والحبايب حوالينا. صحيح. بدنا نشكرك نورة لتواجدك معنا. شكراً، ونشكرك على هالذوق الحلو. شكرا لك. شكرا شكرا شكرا. شو رأيك يا إبراهيم؟ والله رائع، يعطيكم ألف عافية، وفخورين فيكي وبكل يعني سيدة دائما عندها مشروع عم تعطي من قلبها وعندها الشغف إنها تقدم، ودائما بتكون يعني ناجحة وعم بنفس الوقت تبدع. شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم بيوم جديد. ويعني إحنا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا ومشوارنا الصباحي من يوم جديد. شكرا لك هبة. أنا أجي لعندك ونختم ولا خلص أختم من مكاني؟ يلا تفضلي. أكيد كل الشكر لك إبراهيم. شكرا لكم ومشاهدين على حسن المتابعة. بتمنى لكم يوم سعيد، ديروا بالكم على حالكم، وإن شاء الله بكرة بنلاقيكم بحلقة يوم جديد مع الزملاء كاثي ورعد.